أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يبلغ الأجر بالاتصال على المريض إذا كان مكانه بعيدا عني ولم أستطع الذهاب إليه؟ يقول: هل يبلغ الأجر بالاتصال على المريض؟ بحسبه، نعم. إذا لم تستطع الذهاب إليه واتصلت به بالجوال أو بالتلفون، هذا نوع من الزيارة وتأنيسه، لك في ذلك أجر، لكن ليس مثل أجر من ذهب وسار إليه وزاره في منزله أو في المستشفى. هذا أبلغ، نعم.